يعني لا تضحكوا جي، مو الكل يعني سعيد عدل لا لا، مو كل مستانس لازم من تدش البيت ساعات حصله كشر وجهه. هو ما يبغى يكشر وجهه، الراحة راحة الواحد راحته في بيته عدل لا، بس إذا حصل الضيق من البيت وش يسوي؟ غصبا عليه يتضايق. يعني إذا أنت زوجت عراقية مثلا، زوجت سورية، تقبرني حبيبي ودعت الله هلية كذي، بس أنت صلاة على محمد وآل محمد. اسمح لي الشيخ أخذ من فقرة. فالحياة في البيت فيها من تقدر الزوج وفيها ما تقدر الزوج، وفي بعد الزوج ما يقدر المرأة عدل ولا، فهو تو داش وكل واحد عاير الثاني، الزوج والزوجة تو مفطن باب داش البيت تو داش خذ الموال من عند المرأة للرجال، هو تعبان تقول له فرغتي فرغت حسنة من صلواته، من متى طالع طالع الساعة كم؟ إني ولادك وين بروحي؟ علي الخمام وعلي التنظيف، أنا ويش أسوي في حياتي؟ وأنت كله هايم وهذا، بس هذا التيم، هذا التيم موال معليش، الواحد يقول يجي البيت يرتاح، يقابلهم، وش يقابل؟ تو نبطل الباب على عتبة الباب، اللي يقولون يعطيك العافية، يعطيك العافية، لكن أنت هدرش، وايش اسوي؟ انا وايش اسوي في اولادك؟ وايش اسوي في اولادي؟ الناس كلها عندها اولاد، بتسوي لي كل مره هالموال، وايش في شحن بتقولي تعبانه؟ الحين بتقولي ثاني، وايش اسوي؟ لكن لو يجي لو 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 يصير عرس، كان من ثلاث ايام انت تشتغلين على روحش، انا وايش اقابل؟ وايش اقابلك وجاي ليش؟ لا اله الا الله، لابسه ليدش داشه، كانه مال السودان، الف لون فيها، كانه وزار باكستاني. ولين جيتين تنامين في الليل بريحة البصل، لكن لو بتروحين معاريس بتروحين صالون، هي حنة هي كحل وكوفر، وتالي جيت قاعدين نص الليل ها تعال عشان تشوفني حلوة لو مو حلوة. عجل داني ما أقول لك قل لي حلوة لو مو حلوة، أقول له منو؟ وتقولي له منو؟ أنا تعبان أنا بموت نايم، الجيد قاعديني المفروض قول الله يعطيك الصحة والعافية، أخذتش من بيت أبوش حالة شحالة، لا إله إلا الله، حتى سلسلة ما عنديش، عنديش مفاتيح فيها خيط أخضر كأنه من ندور. صادتني كسافة. صلاة على محمد وآل محمد.